ان ديك الدري سبحان الله العائله ديالهم مع عائله مسكينه وفقيره بحال قلتي كان كيتحقروا يعني شويه، يعني ديك البنت كانت ما معروفاش يعني مسكينه معاقه، اخواتها معاقين، با مسكين على قد الحال تيخدم مسكين كيضرب تمره في داك الشيء ديال الفلاحه وهادشي يعني على قد الحال، يعني كانوا الناس بسطاء. ولكن بنت المغرب اللي عايشه في هذاك الوسط يعني هذاك خينها ولا ذاك المجرم اللي دار هادشي راه مشى عارف اشنو دار، راه مشى عزل هذيك البنت اللي عايشه في هذاك قال ما غادي الوسط، يتسوق لها قال حتى ما واحد. يتسوق لها حتى شي واحد. ولكن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. 16185 عشرات المليون و6000 درهم وشي حاجه إذن بالنسبة للأب ديال الطفلة كيشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة، قال لكم ما عمر أنه حلم تكون عنده دار في حياته، كيشكركم جزيل الشكر وكيقول لكم على الأقل هذا الدار غادي تخف عليه الضغط ديال الحياة، مهما أن الفقدان ديال الطفلة ديالو خلى عنده واحد الألم اللي هو كبير.